قول ما هيك مدام. ايه عندك؟ يعني السلامة. الله يسلمك. اوف اوف على هالنسوه. خير يا اختي شو نسيتي؟ في شويه اغراض عايز تنسي تجيبه، ولو طلب ثقيل ممكن تجيب لي اياهم، لانه انا جايين ضيوف هلا بعد شوي، بقى مو حلوه يجوا ويلاقوني مو موجوده. ايه تكرم عيونك اختي ولا يهمك، هاتي لشوف شو بدك اغراض. ليك الاغراض مكتوبين على الورقه هاي، وهي المصاري، دير بالك هام تكون منيح ما تضيعهم. حاضر. انا بيتي إيه؟ هنيك شايف هذا المدخل؟ ايه شايفه. بالطابق الثاني هنيك الشقه إيه؟ اللي على اليمين بتعرفه؟ نعم علي. لا تتاخر. لا ولا يمك ما بتاخر، انت عم تاخريني، انزلي بسرعه. طلع فيه لشو منيح بقدر دير وشي؟ كثير تقبرني كثير. سوق على مهلك ها، انتبه على الشارع لا تأخر. حاج بقى بيشو بيوشي ما بتمل من الرياضة يا زلمة. لك شلون بدي بل؟ شايف هدول السكرات اللي حطيتهم؟ بدي اسبوعين لأحرق. والله ما بحسن اعمل هيك، قطعني. وينك؟ ابو سعود؟ شو رايك تنزل على السوق لتجيب لنا صحنين فول خلينا نفطر؟ قوم انت. انا يا زلمه بدي انزل، انا ضيفك قاعد ببيتك. اخي بصراحه ما معي مصاري. هاي مصاري تعال رح ندخل عليك بالمصاري. قول شيك. شو هدو؟ ايه ما بيقدوا؟ ما بيقدوا مشان الفول، جيب فلافل وحمص. فلافل؟ ايه. لا اخي ما بدي. هات ما بدك بالناقص. ولا اقول لك هات بكملهم من عندي. كملهم من عندك؟ هلا قلت ما معك مصاري، ليش كذب؟ يا شايل لي قرشين على جنب، خلص. والله مخبب ثيابك انت يا ابو سعود. ما بدي احرمك من الفوق. وينك كتر الزيتات ها؟ وجيب مخلل معك. وجيب لي تنتين سفن. ايوه يا حليوه حول لك طويل، الشري عليك والتوصيل علينا. ابجانتي 69 11 31. هون فكرت حالي مخربط، هي جبت لك الاغراض اللي وصيتيني. يسلم ايديك، حطهم عندك على الطاوله. ايه تكرم عليك. يلا. وهي المصاري لكم اللي زادوا هون جنب الكيس، يلا خاطرك مدام، بدك شيء ثاني مني؟ لك لا يوم، قول دقيقة بس عايزة. والله بتروح السبب يا مدام أنا، بتعرفي. دقيقة واحدة بس دقيقة، عود، عود خد راحتك عود، بس لما حطيتها على النار، عود، سكر الباب وراك.